ما فيش شك ابدا ان حدوث الجلطات واحده من الامور المزعجه جدا، وطبعا كلنا متفقين على كده، سواء كانت جلطات شرانيه او جلطات ورديه. وخلينا نقول دي بتشكل كده خطر على الصحه العامه، لان اكتر من 32% جلوبالي على مستوى العالم بيموتوا بسبب امراض القلب والاوعيه الدمويه، سواء كده حدوث الجلطات او تسرب بعض المواد الكيميائيه على الشرايين، وكمان حدوث السكتات الدماغيه، وطبعا دي نسبه عاليه. ولكن باذن الله في حلقة النهاردة هعرف حضراتكم وهركز على أفضل المكملات الغذائية اللي بتحمي عضلة القلب وبتساعد على تنظيف الشرايين تماما وبتمنع من حدوث أي أمراض بتصيب القلب، زائد كمان هقول لكم على أفضل وجبة كده بمثابة علاج طبيعي. كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة، فبعد إذنكم ركزوا معايا جدا جدا لأنها هتكون حلقة قوية جدا ومفيدة. خلينا نبقى عارفين في البداية إن الجلطات في منها نوعين، جلطات ضارة وجلطات نافعة. بمعنى إيه؟ في بعض الحالات لما الشخص كده بيصاب بجرح معين أو نزيف، هنا في الحالة دي بنقول يا ريت يحصل بلاد كلوتنج، يعني إيه؟ يعني يحصل جلطة علشان النزيف يقف، وطبعا ده كلام صح جدا بس بتكون في حد المعقول، وطبعا ده مطلوب وصحي جدا. أما لو الجلطة حدثت كده في بعض أماكن كده معينة في الجسم، يعني صابت كده أماكن حيوية في الجسم وأعضاء رئيسية في الجسم، فبالتالي كده بتصيب جسم الإنسان بالتلف والضرر، وطبعا دي بتسبب عواقب صعبة جدا ووخيمة زي كده حدوث الجلطات أو السكتات الدماغية، ودي بالتالي بتسمى الجلطات الضارة. الترسبات اللي بتحصل في الشرايين دي أصلا بتتكون من إيه؟ دي بتكون عبارة عن خليط من الكالسيوم والبروتين والكوليسترول. وزي ما ذكرت قبل كده ان في بعض حالات تصلب الشرايين او كده التصاق بعض المواد الاخرى على جدار الشرايين دي بتكون بسبب تراكم عنصر الكالسيوم بالظبط، وده من احد الاسباب. السؤال هنا هو اصلا ليه بيتم التراكم ده، او اصلا يعني عشان نبقى عارفين هو اصلا الكلام ده بيحصل ازاي لما كده حضرتك يعني بتتعرض الى التهاب او اكسده او ضرر او تلف في الجسم او ايا كان، بسبب ايه؟ بسبب كده حضرتك لما بتاكل كده فرط في السكريات في الطعام، او حتى بالاصابه بالسكري، او حتى كده الاصابه بما قبل السكري، او حتى كده تناول بعض الزيوت اللي بتحتوي على الاوميجا 6 اللي بيعلي الالتهاب في الجسم، او حتى كمان تناول الوجبات السريعه اللي هي الجانك فود اللي بتضر الجسم وبتسبب التهابات كتيره للجسم، وكمان تناول الكحول، زائد كمان تواجد معاه الكوليسترول السيء ال LDL اللو دينستي لايبو بروتين. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بروتين دهني بيحمل جزيئات صغيره من الكوليسترول قليل الكثافه، وطبعا ده ضار جدا للقلب وبيسبب انسداد وجلطات، زائد معاه الكالسيوم المتراكم، ومن هنا بتبدا حدوث او تكوين الجلطه. وعشان نقدر نتحكم في مستويات عنصر الكالسيوم لازم وجود اهم فيتامين في الجسم، هو فيتامين اللي عارف اكتبوا لي تحت في التعليقات، هو فيتامين K2 او K2. طب ده دوره ايه؟ بيعمل ايه؟ ده بيساعد ان هو بينقل الكالسيوم من الدم الى العظام، اولا عشان يحافظ على صحه العظام وكثافه العظام وتبقى كده العظام بتاعتك اقوى وافضل، لان في حاله وجود خلل او نقص هذا الفيتامين ايه اللي هيحصل؟ هيترتب عليه ايه؟ اول حاجه هيبقى يتراكم الكالسيوم على الشرايين وهيسبب انسداد وحدوث الجلطات زي ما ذكرنا من شويه، ده مش بس على الشرايين وكمان هيترسب او هيتراكم على المفاصل. ومن هنا خلينا نعرف مع بعض هي افضل المكملات الغذائيه اللي هتساعد على تقويه عضله القلب والاوعيه الدمويه والحفاظ عليها. اول واحد معانا هو فيتامين اي او فيتامين ه، واحد من افضل الفيتامينات لصحه القلب. الفيتامين ده بيكون فات سولوبل، يعني ايه؟ يعني بيدوب في الدهون، يعني لازم كده اكل وسط دهني او يعني يكون في اكل كده وسط دهني عشان يقدر يدوب الفيتامين ده ونقدر نحصل على الفوائد بتاعته. هو ضروري جدا للحفاظ على نظام سلامه القلب والاوعيه الدمويه. طيب ليه؟ لانه بيساعد على حمايه البطانه الشرايين من الاذى او التلف، وتحديدا كده النسيج البطاني الغشائي. ده غير ان كمان فيتامين اي او فيتامين ه واحد من اقوى مضادات الاكسده، انتي اوكسيدنت قوي جدا، في حاله نقصه او الخلل فيه الشخص كده بيتعرض الى كتير من الالتهابات في الجسم او حتى كده اكسده الخلايا، فده بيسبب ضرر للجسم. لذا هو فيتامين اي ضروري جدا، وكمان فيتامين اي ضروري جدا لعضله القلب لتعزيز كميه الاكسجين الواصل ليه، وكمان في الوقايه من النوبات القلبيه، فلذلك هو تناول فيتامين اي من الحاجات الضروريه جدا ومفيده جدا لصحه القلب والاوعيه الدمويه. وكمان نحاول على قد ما نقدر يا عزيزي المشاهد حاول تقلل من احماض الاوميجا 6، ان الحاجات دي او الزيوت دي عموما بتعلي من الالتهاب في الجسم، فلذلك التقليل منها ده هيحميك عموما، هيحمي الجسم وكده هيقلل من
الاذى او الضرر على صحه الشرايين، ونحاول نكتر من اكل الاوميجا 3 لان الحاجات دي ضروريه جدا، لانها يعني بتكون حاجات مضاده للالتهاب، فبالتالي بتكون ضروريه ومفيده لصحه الجسم. رقم 2، تناول الاوميجا 3 مضاد للالتهاب بشكل فعال جدا، فبالتالي بتحمي الجسم او عموما كده بتحمي من الاذى او الضرر اللي ممكن يصيب الشرايين. طيب الاوميجا 3 دي بتكون غنيه فين او الاقيها فين؟ في الاسماك الدهنيه زي السلمون والسردين والتونه، ده غير ان هي بتساعد على تقويه عضله القلب وبتحافظ على صحه الشرايين، ده غير ان كمان الاوميجا 3 بتقلل من ارتفاع ضغط الدم. 3، تناول مخلل الملفوف. اشمعني؟ لان في بكتيريا غنيه جدا، بكتيريا بتسمى اللاكتيك اسيد، البكتيريا دي هامه جدا باعتبارها كده كاحد مثبطات الاس انهبيتور، فبالتالي بتقلل من ارتفاع ضغط الدم وكمان بتقلل من خطر الاصابه بامراض القلب والاوعيه الدمويه. ليه؟ انها بتعزز من صحه الامعاء. وكمان البكتيريا الموجوده في مخلل الملفوف بتساعد على ضبط مستويات ال LDL الكوليسترول السيء، وخصوصا كده النوع قليل الكثافه. ده كمان وجود نسبه كويسه من البكتيريا دي بتساعد على انتاج الاحماض الصفراويه السنويه اللي بدورها بتساعد على تعزيز من امتصاص الفيتامينات اللي بتكون فات سولوبل. يعني ايه؟ يعني بتدوب في الدهون. زي ايه؟ زي فيتامين اي ودي وكيتو، فيتامين ه ودال وكاف 2. دي بتكون مفيده جدا لصحه القلب، تحديدا كده بتساعد على تعزيز من صحه النسيج القلبي الوعائي. وكمان خلينا نقول لكم ان مخلل الملفوف غني جدا بفيتامين كيتو او كاف 2. الملخص هنا علشان ما انتوش ان فيتامين كيتو عموما اللي موجود في مخلل الملفوف مفيد جدا لصحه القلب، ده غير ان هو بيساعد على ان هو بينقل الكالسيوم من الدم للعظام خارج الشرايين لعدم حدوث الترسبات. وكمان مخلل الملفوف غني جدا باهم وافضل الفيتامينات، حاجه كده مضاد الاكسده قويه جدا، وده رقم 4 من الفيتامينات هو فيتامين سي. الكميه اللي موجوده في مخلل الملفوف 7 أضعاف الكميه الموصى بها، دي حاجه في غايه الاهميه، واحنا كلنا عارفين اهميه فيتامين سي، واحد من اقوى مضادات الاكسده، فبالتالي هو مفيد جدا لصحه الجسم ولصحه القلب والاوعيه الدمويه وكمان لجدار الشرايين، فبالتالي بيحمي من الضرر والاذى والتلف تماما. طيب بالنسبه للناس اللي مش بتحب مخلل الملفوف، ايه المصادر الاخرى لفيتامين سي؟ ممكن نلاقيه طبعا في الليمون، البرتقال، البروكلي، الفراوله، الجوافه، والفلفل الحلو او الفلفل الرومي. اما بالنسبه لي افضل وجبه بمثابه كده علاج طبيعي بتحافظ على صحه القلب وبتساعد على كده تنظيف الشرايين هي سلطة الجرجير ومعها حاجات تانية. بس خلينا نعرف الأول إن الجرجير ليه بعض الخصائص والمزايا. مفيد جدا لصحة الكبد، بيقلل جلوكوز الدم، غني جدا بالألياف اللي بتغذي البكتيريا النافعة، ويكون حاجة مفيدة جدا لصحة الأمعاء. كمان الجرجير غني جدا بعنصر البوتاسيوم اللي بدوره بيساعد على ليونة الشرايين، فبالتالي بيكون مفيد جدا، وكمان بيظبط ضغط الدم عند الحد الطبيعي، لان لو قل عنصر البوتاسيوم في الجسم ده بيسبب مخاطر وكوارث على صحة الجسم. بالمناسبة كنت اتكلمت على في حالة نقص عنصر البوتاسيوم في الجسم اللي بيحصل حاجات كتيرة، عشان بس ما اطولش حلقة النهاردة كنت اتكلمت عنها بشكل تفصيلي الحلقة دي، اللي ما شافهاش هسيبها لكم اسفل الفيديو في صندوق الوصف. بالاضافة ان احنا كده هنحط سلطة الجرجير، هنضيف عليها زيت الزيتون البكر الممتاز، لان طبعا واحد من اقوى مضادات الاكسدة، وكمان كده هنضيف عليهم خل التفاح العضوي. ليه؟ اول حاجة خل التفاح ده بيقلل مستويات السكر في الدم، بينظم الكوليسترول في الدم، كمان بيساعد ان هو بينظم الاملاح الصفراوية، كمان خل التفاح ده حاجات من اقوى الحاجات اللي بتكون كده مضادة للالتهاب. كمان ممكن نضيف بذور دوار الشمس، انها بتعزز من فيتامين اي او فيتامين ه، واحنا عرفنا دوره زي ما ذكرناه من شويه. كمان اخر حاجه ممكن نضيفها للسلطه هو القوي جدا الجبار هو التوم، سواء كنا هنضيفه كده كمسحوق بودر يعني، او كده ممكن نهرسه ونحطه كده طازه، مهم جدا. ليه التوم؟ واحد من الحاجات اللي بتساعد على سيوله الدم، بيكون كده مميع للدم، ده غير ان هو يعني من الحاجات اللي بتبقى انتي بايوتيك طبيعي، كمان مضاد للبكتيريا، ده غير ان هو بيساعد على اللي بيقلل ضغط الدم بشكل فعال. وبالما نختم حلقه النهارده، خلينا نقول لكم على بعض النصايح المهمه جدا والمفيده، لو التزمنا بيهم مع الحاجات اللي انا قلت عليها صدقوني الموضوع هيختلف بنسبه 100% وهتحسوا بتحسن وفرق كبير جدا. اول حاجه حافظ على تناول او شرب الميه على مدار اليوم. اول حاجه الميه بتساعد على ترطيب الجسم، بتحافظ على سيوله الدم، ده غير كمان الميه مفيده جدا قبل ما تنام، بتحافظ على الوضع الطبيعي لزوجه الدم، لان تحديدا كده بتقلل لزوجه الدم بالليل.
رقم اتنين حاول كده تتحرك زي ما بيقولوا كده الحركه بركه، تتمشى تجري خفيف، تجري مثلا نص ساعه ساعه على مدار اليوم، الكلام ده بيحسن من سيوله الدم. رقم ثلاثه ودي حاجه مهمه جدا، تحذير، ممنوع ناخد اي ادويه ليها علاقه كده بتجلط الدم بدون استشاره الطبيب علشان المخاطر اللي ممكن تحصل، فدايما بنقول الاستشاره الطبيه خير دليل. بس كده نكون وصلنا لحد نهايه الحلقه، اتمنى لحضراتكم الصحه والسلامه. لو استفدتم من الحلقه دي ومهتمين بمواضيع تانيه كتير يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك الجميل وتشاروا الحلقه دي في كل مكان علشان غيركم يستفيد. ولو حضرتك كنت لسه جديد او مره بتشرفني في القناه ما تنساش تعمل اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا علامه الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي بقدمها اول باول. ولو كان عند حضراتكم اي اسئله واستفسارات للحلقه دي ولا حلقات قبل كده قديمه فاتت اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا هكون مبسوط جدا وسعيد بالرد على اسئلتكم. ولو في اقتراحات من حضراتكم انا تحت امركم، واشوفكم على خير الحلقه اللي جايه.